اهلا بحضراتكم من جديد واخر اخبار الترند، والبدايه هتكون من ترند الاهلي. البدايه في ترند الاهلي من حساب رابطه الانديه المحترفه، بيتكلموا على ان الاهلي الاقوى هجوما رغم لعبه مباراتين فقط. اليكم الفرق الاكثر تسجيلا للاهداف في الدوري حتى الان. الاهلي بعد الجوله الثالثه اقوى هجوم، 7 اهداف من مباراتين. مودرن فيوتشر اللي في صداره الدوري ب9 نقاط احرز 6 اهداف. الزمالك 5 اهداف، سموحه 5 اهداف، زد 5 اهداف، بلديه المحله ايضا 5 اهداف، وبيراميدز والاسماعيلي بنفس الرصيد من الاهداف 4 اهداف. وفي الصوره طبعا هداف الدوري الجنوب افريقي بيرسي تاو. نروح لحساب سبورت 360 مصريه، وبيتكلموا على ان في 4 لاعبين في الاهلي وصلوا الى بلس 20 بلس 20 مساهمه تهديفيه مع الاهلي تحت قياده كولر. علي معلول على القمه، ظهور مميز لثلاثي الهجوم. علي معلول عمل 28 مساهمه تهديفيه، احرز 12 هدف وعمل 16 اسيست. حسين الشحات 27 مساهمه تهديفيه، احرز 13 هدف و14 اسيست. كهربا 25 مساهمه تهديفيه، احرز 17 هدف و8 اسيست. بيرسي تاو 21 مساهمه تهديفيه، 14 هدف و7 اسيست. 4 لاعبين وصلوا لارقام قياسيه كبيره جدا بخصوص عدد الاهداف وصناعه الاهداف. طيب نروح لحساب الوطن سبورت، وبيتكلموا على ان في تقرير بيهدد موديست بالاطاحه من تشكيل الاهلي امام سيمبا التنزاني. نركز مع بعض كده في الخبر ده عشان بصوا نقرا التفاصيل. السويسري مارسيل كولر بيترقب وصول الفرنسي انطونيو موديست مهاجم الفريق قادما من فرنسا بعد انتهاء اجازته وراحته السلبيه قبل مباراه سيمبا التنزاني. الوطن علم أن السويسري كولر طلب من الجهاز المعاول له خضوع موديست لاختبار طبي وبدني فور عودته من فرنسا. احنا سألنا، هو يا جماعة مش كانت قال أن موديست ما خدش راحة وبيلتزم ببرنامج بدني في فترة الأجازة الفترة الحالية؟ اتقال اه. طب يا جماعة موديست سافر حتى بعد يومين ثلاثة؟ قالوا لا. طب موديست موجود يوميا في النادي؟ قالوا اه. بيواصل تدريباته؟ نعم. ايه بقى فكره ان كولر بيترقب وصول انطوني موديست من فرنسا؟ لا تعليق، لا تعليق، لا ده خدوا بقى الافيه اللي جاي. يرغب كولر في حسم مصير موديست من المشاركه امام سيمبا، اذ يدرس المدرب استبعاده من التشكيل الاساسي. اللي اتفرج على الاهلي في الكام مباراه اللي فاتوا هيقدر يفهم كولر عايز يوصل موديست لايه. ولما تخش للسوبر ليج اللي انت جايب موديست عشانه وتقول ان كولر بيفكر في استبعاده، يبقى انت مش قاري المشهد خالص. بس المشهد كله مبني على معلومة اصلا غلط، لان الراجل موجود في القاهرة وبيواصل تدريباته اليومية في النادي، فلا تعليق اكتر من كده. طيب حساب كورة بلس، منافس الاهلي في دوري ابطال افريقيا ميدياما الغاني قال من خلال المتحدث الرسمي او مدير الاعلام باتريك اكوتو، قال الفارق بيننا وبين الاهلي المال فقط. وبيتكلم بيقول الفارق الوحيد بيننا كنادي غاني مع الاهلي هو الاموال، لو امتلكنا ما لديهم من اموال سنكون بين كبار افريقيا. وانا بعتبر التصريحات دي بتبقى الهدف منها انك تتواجد عشان تبقى راس براس مع الاهلي، ولكن مجرد ما بتلعب المباراه كل التصريحات دي بتذهب ادراج الرياح. اولا انت عشان تبقى زي الاهلي محتاج سنين كتير. شوفوا تاريخ نشأة ميدياما وشوف تاريخ نشأة الأهلي. أنا متوقع جدا التصريحات دي وأنت بتلاعب بطل غانا وأنت رايح تلاعب سيمبا، لأن كمان عندي النهارده تصريحات لمتحدث الرسمي لنادي سيمبا، تصريحات غريبة جدا، ولكن ده متوقع. ما أنت لما بتلاعب الفرق الكبيرة لازم الفرق اللي بتحاول تعمل لنفسها صيت وشعبية في القارة الإفريقية هتعملها على حساب مين؟ خارج الملعب في الصحافة والإعلام، داخل الملعب في المنافسة. فإحنا متوقعين ده، بنشوف دايما ده في الملاعب الإفريقية، وده متوقع وطبيعي في الفترة الأخيرة. أهو حساب الأهلي دوت كوم بيتكلموا على إن سيمبا بيحشد جماهيره لمباراة الأهلي. على فكرة سيمبا التنزاني نشر على حساباته التيشيرت الخاص بالفريق اللي مكتوب عليه أفريكان فوتبول ليج، ماتش سيمبا أجينست الأهلي، تاريخ المباراة، وكل الأمور المتعلقة بالدوري الإفريقي اتحطت خلاص رسميا على تيشيرت نادي سيمبا، وأعلنوا ده على الصفحة الرسمية. كمان تذاكر المباراة اتطرحت، وانا شفت نسخه من تذكره المباراه، ممكن ان شاء الله في الحلقات القادمه هنعرضها لحضراتكم، لان التذكره ليها ستايل وليها لوجو معين وشكل معين في الدوري الافريقي. ولكن طبيعي جدا سيمبا
يحشد جماهيره، لان احمد علي كمان المتحدث بنادي سيمبا قال كلام مهم جدا. قال ايه بقى؟ في تصريحات لصحيفه ديلي نيوز التنزانيه، اتكلم على فكره ان اختيار تنزانيا لاستضافه لقاء السوبر الافريقي او لقاء الافتتاح السوبر الليج ده طبيعي نتيجه قوه مشجعي تنزانيا وسيمبا التنزاني، وده طبيعي. وانا قلت في بدايه الحلقه اختاروا ملعب سيمبا كافتتاح لان هم عارفين ان الناس بتحضر في ايا كانت الظروف 60,000 متفرج، وده شيء مطلوب ان الملاعب كلها تكون كامله العدد. اتكلم كمان وقال يجب ان ناتي باعداد كبيره في المباريات القادمه في السوبر ليج، واتكلم في تصريحات وقال على الاهلي ان الاهلي ما بينامش عشان هيواجه سيمبا. يعني دي تصريحات المتحدث الرسمي في نادي سيمبا التنزاني. طيب الوطن سبورت ايضا بيتكلموا ان في قرار نهائي في الاهلي بشان تجديد عقد بيرسي تاو، وقالوا انه مصدر داخل القلعه الحمراء قال لا توجد اي نيه داخل النادي لفتح ملف تجديد عقد بيرسي تاو في الوقت الراهن، لسه في موسم اضافي بجانب الموسم الحالي، واكيد النادي الاهلي هيختار التوقيت المناسب لفتح ملف التجديد مع بيرسي تاو. ده كان مصدر من الاهلي للوطن سبورت. طيب نروح للمصري الرياضي وبيتكلموا على ان في تطورات جديده في ملف استاد الاهلي وانفراجه في انشائه. يعني على عوده المصري الرياضي قالوا ان اتفق مجلس اداره الاهلي مع 3 شركات عالميه لتنفيذ استاد النادي بشكل فعلي في اقرب وقت ممكن، ومجلس الاداره حدد للشركات المده الزمنيه التي تقدر بسنتين لانهاء الاستاد الذي سيشمل بناء مستشفى ومدرجات على اعلى مستوى. دي ابرز الحاجات اللي معايا النهارده في ترند الاهلي، لكن موضوع الاستاد اكيد اول ما يكون في تفاصيل رسميه من الاهلي هنعلنها لحضراتكم من خلال الموقع الرسمي، لان اكيد في تفاصيل اكتر من كده بكتير. والملف ده على فكره مع كل اجتماع لمجلس الاداره بتبقى فيه بنود وامور مهمه جدا المجلس بيناقشها عشان الفتره اللي جايه.